الآن هناك في اتجاه الخليقي بكر الهلالي، عملية ممتازة ولكن الخليقي يجب أن يختم، يجب أن يختم هذه المحاولة، لم يتمكن من التمرير، تضيع الآن يوسف أنور ولكن الحكم كيقول ضربة خطأ، الحكم كيقول ضربة خطأ. ضربات خطأ لصالح فريق اتحاد طنجة، الجمهور الطنجاوي يطالب بأن يجب الكرة أن تلمس الشباك، لكن هيهات هناك الحارس ياسين الحواصلي، وهناك الدفاع مكون من كل من حمام الشاكير، حمزة حجي والشيكي. سنتابع هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة. كل لاعبي فريق اتحاد طنجة باستثناء لاعبين هو أسامة الغريب وكذلك أليكسيس مندومو أليكسيس. إذن سنتابع محاولة خطيرة، محاولة أرضية، ولكن معاوية كان فكرة جيدة ولكن لم تكن مركزة بشكل جيد. إذن كانت محاولة خطيرة، محاولة كانت خطيرة. نتابع الآن، كل كان يعتقد بالفعل كانت هناك كرة لمسات حمال يونس، لأنه كانت الكرة في اتجاه المرمى ولكن كانت بعيدة وعالية. أحد لاعبي فريق الجيش الملكي سقط هو حمزة حجي. إذا سنتابع الركنية الآن، ركنية لصالح فريق اتحاد طنجة. بدر الكشاني يفتح مخرس خارقي وكذلك سيبوفيتش انيس. سنتابع، كترفع كرة، تدخل جيد لشاكير وتعود الآن أليكسيس ولكن فقط لخارج التماس. محاولة ولكن فقط أحد لاعبي فريق الجيش الملكي سقطان. إذن الجولة الأولى مشاهدي الكرام تسير نحو النهاية في خمس دقائق الأخيرة التي تنتظرنا من هذه الجولة الأولى. بالفعل كان هناك خطأ، كان هناك خطأ في حق لاعب الجيش الملكي. هو عزيم أنس. نتابع الآن بكر الهلالي، علامة استفهام على مجموع أداء بعض اللاعبين لا من جانب الجيش الملكي ولا من جانب فريق اتحاد طنجة. عدم التركيز هو عنوان هذه المباراة، عدم التركيز هو عنوان هذه المباراة، ومباراة صعبة للطرفين، قلت بأنها مباراة صعبة للطرفين قبل بداية هذه المباراة، لأنه مجرد الإطلال في هذا برنامج هذه المباريات يتأكد الفريق اتحاد طنجة تكون له مباراة صعبة أمام فريق أولمبيك خريبكا الجريح والغريق، في حين فريق الجيش الملكي سيواجه في ديربي العاصمة فريق الفتح الرباطي المنتشي بانتصار أخير، لكن هذين المباراتين تؤجل إلى موعد الأحد إلى حين. نتابع هذه المباراة، نتابع الآن كرة أمامية فقط للحارس محمدينا، أمامية تعود مرة أخرى على مستوى خط وسط الميدان. الخالقي عبوبي الآن، حمزة حجي، وتعود الآن مرة أخرى دائما لصالح فريق الجيش الملكي. كرة أمامية
مدينة. حمال يونس. أليكسيس. سكور يوسف. أبوبي الآن. كرة أمامية. معاوية. نتابع. ولكن كانت تمريرة خاطئة فادحة من أسامة غريب، لأن كان هناك ضغط من فريق، كانت محاولة ولكن أسامة الغريب تمريرته لم تكن مركزة. فريق اتحاد طنجة يمكن نقول في هذه المحاولة الأخيرة كان قريب من التهديد الحقيقي. إذن دقيقة واحدة على نهاية المباراة في وقتها من جولتها الأولى في وقتها القانوني. ما كاينش هناك خطأ، الحكم كان قريب. تعود الآن مرة أخرى. كرة عالية دخلت لحظات تحركة الآلة الطنجية. تحركت الآلة الهجومية، ولكن لحد الآن كان المفروض التحرك أن يكون قبل هذه الدقائق. إذا لحظات وسيرفع الحكم الوقت البدل الضائع. لم يكن هناك توقيت كثير في أغلب الدم، سيكون دقيقتين. أيوب الخالقي تعود الآن، ولكن الحكم يقول ضربة خطأ. إذا المشاهدين الكرام، الجولة الأولى تسير نحو النهاية. يمكن أقول بأننا لم نتابع شيئا كثير لا على مستوى العطاء التقني بالنسبة لهذه الجولة الأولى، لأن كما قلت توقعت بأن المباراة ستكون صعبة. فريق الجيش الملكي الآن يداوي جراح المباراة الأخيرة أمام حسن أكادير. فريق اتحاد طنجة يبحث عن العودة في مرحلة الإياب، وبالتالي العودة تتطلب منه التدرج من ناحية إيجاد أو البحث عن إيقاع، وبالتالي فكل فريق الآن لا يريد بأن يلقي بكل أوراقه خلال هذه الجولة الأولى. وبالتالي نتمنى أن نتابع الجولة الثانية بإيقاع أكبر وأحسن، وإيقاع كذلك يحمل الكثير من الأوراق الهجومية. وأعتقد بأنه لا فريق اتحاد طنجة سيستفيد من التعادل، ولا كذلك فريق الجيش الملكي، ولكن قد يبدو مفيد بالنسبة للطرفين، خصوصا بالنسبة لفريق اتحاد طنجة في حالة البحث عن العودة تدريجيا للمستوى الإيقاع صراحة. إذن كل هذه الأمور ستناقش ما بين الشوطين مع المدرب، مدربين واللاعبين، وكذلك ستناقش عندنا في الرياضية في بلاتو الرياضية مع زميلي سمير بن شقرون وضيوفه. إذن دائما بالفعل الحكم ينهي هذه الجولة الأولى بواقع التعادل السير بصفر لمثل. مباراة كبيرة كذلك على الورق، وكذلك كبيرة على مستوى الجماهير، ولكن العطاء التقني كان جد محدود هذه الجولة الأولى، لأن كان شعار هذه الجولة الأولى الحيطة والحذر وحذر أن يسجل على الطرفين. هذا هو الشعار الذي رفعه الفريقين. مشاهدي الكرام، أشكركم من مدينة طنجة، أحييكم وأترك الخط إلى زميلي باستديوهاتنا بمدينة الدار البيضاء. إليك سمير بشقر. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. شكرا لزميل عبد الصمد والشيبان. نرحب بكم مشاهدينا من جديد في هذا البلاطو التحليلي، في هذا البلاطو ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية من مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي. جولة انتهت بدون أهداف، تابعنا مجموعة من المحاولات لكن غابت النجاعة.